متواصلة هذه الانطلاقات، شوطا يتبعه الآخر. أعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط التاسع الخاص بفئة الحول المحليات الأصائل من مسافة 6 كيلومترات الحاضرة معنا في هذه الأمسية الخاصة بانطلاقات شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. هنا نتواجد في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة، عاصمة الميادين، وعبر شاشة قناة ياس الرياضية المتابعة لكل ما يدور وكل ما يحدث على أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى الشعار العيناوي. هنالك العين على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيام محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الثاني الشاهنية، تسللت في هذه اللحظات الشاهنية من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا الشاهنية على مستوى المركز الثاني. ننتقل مباشرة ونتابع المركز الثالث أيضا الشاهنية، يقدمها لنا المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب على المركز الثالث. والمركز الرابع هنالك الشاهنية بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يصل على المركز الرابع. والمركز الخامس أيضا الشاهنية تتواصل بهذا العطاء وبهذا الأداء المميز، تحمل شعار مؤسسة هجن الرياسة على المركز الخامس، بينما المركز السادس أوصلت عزايم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري من يتابع انطلاقة عزايم على المركز السادس. والمركز السابع تصل الشاهنية على المركز السابع من هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وأيضا القادمة هنالك العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيام بقيادة المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي من يقدم لنا هذا الاسم على المركز الثامن. وتاسع التحديات الشاهنية بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز العاشر الظبي لسمو الشيخ زايد بن حمداء بن زايد آل نهيان المحترف جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي من يقدم لنا الظبي على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى أذعناها على حضراتكم وعلى مسامعكم، ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى. نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى. هنالك شعار مؤسسة هجن الرياسة من يسيطر على المركز الأول وعلى المركز الثاني بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا هذه الأسماء وهذه النوعيات الفريدة والنوعيات المميزة التي تمتلكها مؤسسة هجن الرياسة. يتقدم المجازف في ظل هذا الدعم الكبير مع مؤسسة هجن الرياسة، يسيطر على المركز الأول ويسيطر على المركز الثاني. المركز الثالث الوثبة القادمة، الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي من يقدم لنا الوثبة القادمة. والمنطلقة هنا على المركز الثالث. المركز الرابع عزايم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة سعد بن طالب بن شريم المري مع انطلاقة عزايم على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهنية من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. وصل أبو ذياب بدأ بالتقدم والانطلاق أيضا للمتابعة من الشاهنية من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والقادم العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيام محفوظ بن خميس الجنيبي من يقدمها على مستوى المركز الثامن والمركز التاسع الظبي.
لسمو الشيخ زايد الحمدان بن زايد الهيان، جمعة بن عتيق الرميثي المحترف على المركز التاسع والمركز العاشر هملولة القادمة من مؤسسة هجن الرياسة، يتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين القادم على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى المقدمة. نعود إلى شعار مؤسسة هجن الرياسة والسيطرة مع الشاهنية وانطلاقات الشاهنية على مقدمة هذا الشوط، وهنا شعار مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري متواجد بوسعيد على المقدمة على الصدارة على المركز الأول والمركز الثاني، بينما المركز الثالث عزايم القادمة بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري من يتابعها في عمليات التضمير والمتابعة، والمركز الخامس القادمة والمتقدمة الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيام محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي من يقدمها على المركز الخامس. خمسة أسماء مميزة، خمسة شعارات عملاقة. نعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، المقدمة والصدارة الشاهنية على المركز الأول كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني عزائم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري من يقدمها على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث العين لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم العيناوي، أيضا القدوم من شعار مؤسسة هجن الرياسة، الشعارات القادمة هنا الباحثة عن الناموس الباحثة عن الفوز والانتصار، ولكن الرياسة الرياسة على المقدمة، الرياسة على الانطلاق الأول والتحديات الأولى. يا سلام المجازف المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في المجازفة مع الناموس ومع الفوز والانتصار. عزايم تحاول على المركز الثاني، الضيفة القادمة من المملكة العربية السعودية عزايم على المركز الثاني. المركز الثالث والرابع شعارات مؤسسة هجن الرياسة، ولكن المقدمة الشاهنية على المركز الأول، الشاهنية على المقدمة مع هجن الرياسة، يقود الشاهنية المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المقدمة والصدارة الأولى والانطلاق الأول. هملولة هملولة أوصلت مع الظافر علي بن جميل الوهيبي يتقدم الآن على المركز الثاني، ولكن الشاهنية 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 بن زيتون بن زيتون يعزف وتر الناموس وينطلق على المركز الأول، ينطلق على المقدمة لله درك المجازف. سلام للرياسة سلام، وسلامنا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الأداء المميز. سلام وتحية واحترام لهذا الشعار الجماهيري، الشعار الكبير، شعار مؤسسة هجن الرياسة. المركز الثاني عزايم لصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريم المري، والمركز الثالث هملولة من أجل الرياسة الظافر علي بن جميل، والمركز الرابع الشاهنية من أجل الرياسة، والمركز الخامس وصلت العين اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان. نعود بالتوقيت الزمني، تهاني والناموس من أجل الرياسة وللمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. التوقيت الزمني لحظات الوصول، لحظات الفوز والانتصار، قاطعة مسافة 6 كيلومترات، 9 دقائق لحظات الوصول، 37 ثانية بالوفاء والتمام. تهاني والناموس المركز الثاني عزايم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريم المري، 9 دقائق لحظات الوصول
41 ثانية 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصول من شعار جن الرياسة 9 دقائق 41 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.